يشتمل القصص القرآني على مقومات سردية مهمة تؤهله ليكون نموذجا للتأصيل والتأسيس والتنظير للأدب السردي، غير أن الدارسين لم ينظروا إليه إلا من خلال جوانب متصلة بالدعوة النبوية وما تحمله من حكمة وموعظة وضرب للأمثال توجيها وتقويما للسلوك البشري، غافلين عن السمات السردية الكبرى التي يتوفر عليها القص القرآني المعجز. من هنا تنبثق فكرة هذا البحث في القصص القرآني، وذلك من خلال قصة سليمان عليه السلام قصد الإجابة على 3 أسئلة رئيسية، وهي: هل يمكن الحديث عن نظرية سردية تسعفنا في رسم هندسة قصة للقصة القرآنية؟ ما هي السمات العامة التي تتميز بها هندسة القصة القرآنية؟ فهل يمكن الحديث عن يمكن للتجمع أن تنقل هندسة القصة دون إتلافها معنى ومبنى؟ توطئة حول السرد للقصص القرآني: من المعلوم أن ترجمة معاني القرآن الكريم يحتاج إلى موضوعة معرفية شاملة لا تشمل فقط ما يتصل بالقرآن الكريم مباشرة من تفسير وإعراب وناسخ ومنسوخ وأسباب النزول والسيرة وما إلى ذلك، بل تشمل أيضا علوما أخرى من قبيل الإعجاز العلمي، بحيث أبان هذا العلم على مجموعة من القضايا التي أكدت إعجاز القرآن الكريم. أضف إلى هذا نظرية إعجاز الترجمي التي تعد وجها من وجوه إعجاز كتاب الله، بحيث أكدت هذه النظرية أن كل الترجمات التي دارت رحاها حول القرآن الكريم ما هي إلا هيكل عظمي قد فارقه الجمال وظل جمال إعجاز القرآن خبئا بين آياته. وهناك نظرية أخرى لا تقل أهمية عن نظرية إعجاز الترجمي، وهي نظرية سرد قصص في القرآن الكريم، فهي تجمع بين الإعجاز الترجمي والإعجاز اللغوي والمضمون القصصي. إن النص القرآني له من الخصوصيات اللغوية والفنية والقصصية ما يؤهله ليكون في مقام التأصيل والتأسيس، وما علينا إذن إلا أن نستخرج منه تلك الآليات والأسس النظرية التي تظهر وتبين نظمه القصصي وسرده الإعجازي الثقيل، لنحاكم بها كل النصوص البشرية الخفيفة بما فيها نصوص ترجمة معاني القرآن الكريم، لتكون بذلك نظرية سرد قصص في القرآن الكريم هي المقياس الذي نحكم به على فنية القول البشري الخفيف بدل أن يكون العكس. بناء قصة سليمان بين النص الأصلي والنص الهدف: ذكر سليمان عليه السلام في القرآن الكريم 17 مرة في 7 سور في 16 آية، بحيث استقطرت سورة النمل والقسم الأكبر من قصة سليمان مع النملة والملوك وملكة سبع، ثم تليها سورة صاد وسورة سبع. سنقتصر في دراستنا على هذه الصور الثلاث فقط، لأنها تشكل المعالم الكبرى لقصة سليمان عليه السلام، وتحاول من خلالها إبراز السمات الفنية الكبرى لبناء القصة القرآنية، كما سنتوقف عند ترجمة عبد الله يوسف علي لمعاني القرآن الكريم وننظر فيها إن كانت قد حققت فيها هذه السمات أم لا. تتميز قصة سليمان عليه السلام بروعة النظم وبديع الصنعة وزمن الموضوع وإعجاز اللغة وقوة التصوير وصدق الحكي وحجة الإقناع، وهي بمنزلة سورة القرآن مرتبطة بسبب نزول دعا إلى حضورها ضمن سياق النص القرآني، غير أن حضورها المتناسب في سياق الصورة فرض عليها نوعا خاصا من الإيراد، فجاءت هذه القصة كباقي قصص القرآن الكريم تقريبا على نمط واحد من السرد الإعجازي المعجز الذي تتشكل منه قصص القرآن الكريم، والتي يمكن تحديدها في 5 نقاط: أصحاب القصة، أحداث القصة، حوار القصة، تصوير القصة، ثم لغة القصة. أولا أصحاب القصة: تتميز القصة القرآنية بقوة حضور أصحابها، فهم عناصر رئيسة من عناصر بناء القصة في القرآن الكريم، إذ يساهمون في بناء الأحداث ويتفاعلون معها، وهم الذين يتخاطبون في بينهم ويتحاورون. وبما أن القصة القرآنية لا تخلو من أحداث، فإنها لا تخلو أيضا من أصحاب، وقد يكون هؤلاء أصحاب ناسا مثل سليمان وملكة سبا، أو حيوانا مثل النملة والهدهد. ونسوق مثالا على ذلك هو سليمان، فالمتأمل في قصة سليمان يلحظ أن القرآن الكريم صوره بأحسن صور، فهو النبي الملك صاحب المعجزة الكبرى،
فبعد أن ورث أباه داود جمع الناس حوله من أجل أن يخطب فيهم، ولم يكن هذا الجمع من أجل بيان قوة سليمان، وإنما هو جمع مبرر نكتشفه من خلال السرد القرآني. القصة القرآنية لا تترك أصحابها يتحركون كما يشاءون، وإنما تقدم تبريرا لكل تصرفاتهم. فخطاب سليمان في الناس: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، كان تسهيرا لنعم الله وتنويها بها واعترافا بمكانها، ودعا الناس إلى التصديق وذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الله. إن السادة القرآن يعوم بقصة سليمان، القرآن القصد بشكل عام لا يكتفي بتبرير تصرف دون آخر، وإنما يقدم لنا تبريرا مقنعا لكل حركة أو تصرف يقوم به أصحاب القصة، وذلك من أجل رسم صورة سردية واضحة حول أصحاب هذا القصة. إذا تلمسنا صورة سليمان فترجمت عبد الله يوسف علي، ومثلا ورث سليمان داود، نجد أن الترجمة نقلت اسم سليمان بسولومون. هذا التعويض الذي لجأت إليه الترجمة أفقد القصة القرآنية في النص الهدف أحد أهم عناصرها وهو سليمان. من هنا تأتي الدعوة إلى الحفاظ على أسماء الأعلام كما هي في القرآن. ثانيا أحداث القصة: تتميز قصة سليمان عليه السلام والقصة القرآنية بخاصية انتقاء الأحداث المهمة وذكر تفاصيلها مهملة بذلك الأحداث التي لا تخدم السرد القصصي في علاقته مع الدعوة النبوية. ثم إن هناك خصيصة سردية يتميز بها القص القرآني، وهو أنه يراعي في ذكر أحداث القصة سياق الصورة بشكل عام، أي أن القص القرآني يعرض في كل قصة من قصص الأحداث المناسبة للصورة. هذا ما يفسر تفرد صورة سبأ بحدث موت سليمان دون غيرها. فهذه الصورة أي صورة سبأ تتحدث عن نزع النعم التي أنعم الله بها على عباده، ولذلك ناسب ذكر موت سليمان فيها، عكس صورة النمل التي تفردت من ذكر نعم الله على سليمان عليه السلام. وهذا ما يبين قوة القصة القرآنية وإعجازها السردي المتين في ذكر الأحداث المهمة. من الأمثلة من الأحداث المهمة كذلك حدث إحضار الجن عرش ملكة سبأ إلى سليمان، وهو حدث فريد تميز بقوة ثقته ودقة تصويره وجمالية حواره. وإذا تلمسنا هذا الحدث وفيه ثلاث مشاهد نقف عند المشهد الأول: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين. إذا ذهبنا إلى لفظة أيها الملأ في الترجمة نجد أنها ترجمتها بالشرك، فلجأت إلى إضافة، ثم أنها عندما عجزت على بيان لفظة الملأ لجأت إلى إضافة تهيزون من حيث بيان أن هؤلاء الزعماء هم من رجال سليمان، وهي بذلك لا تقف عند المدلول الحقيقي لفظة الملأ، بالإضافة إلى أن عبارة تهيزون من التي وضعت فيها قوسين لا تشمل جنود سليمان من الشياطين والجن. المشهد الثاني من الحدث: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إذا أخذ لفظة لقوي أمين التي ترجمت I need it, I have strength for the purpose and may be trusted، وهي ترجمة لا تحمل المعنى المراد من قول العفريت، فقوله لقوي أمين بمعنى لقوي على حمله، أمين آتي به كما هو لا أختبر منه شيء ولا أبدله، وهذا عكس ما جاء في الترجمة بمعنى وعندي كل القوة لهذا الغرض وإني أهل الارتقاء. فكلام العفريت في النص الأصلي لقوي أمين يعود على عرش ملكة سبأ، في حين أن الكلام في النص الهدف يعود عليه، وبذلك تكون الترجمة قد غيرت مجرى هذا الهدف. المشهد الثالث والأخير من هذا الحدث وهو قول أحد جن سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا أخذنا علم من الكتاب نجد أن عبد الله يوسف علي ترجمها بالknowledge of the book، ونلاحظ أنها ترجمة حرفية غير دقيقة في حمل معنى قول هذا الجن، بحيث هي ترجمة علم من الكتاب بالknowledge of the book أي معرفة من الكتاب، هذا بعيد عن معنى الذي جاء في التفسير، يعني اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، كما ترجمت يرتد إليك طرفك أي ينظر بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به within twinkling of an eye أي سأحضره في رمشة عين، وبذلك تكون الترجمة عاجزة عن تصوير نقل عرش ملكة سبأ، لأن قارئ القصة في النص الهدف سيستنتج أن هذا الجندي قد أحضر لسليمان العرش في رمشة عين، في حين أن الجندي أحضر العرش لسليمان في أقل
من ذلك، وبذلك تكون القرآن قد غير جزءا مهما من هذا الحدث. إذا جمعنا المشاهد بثلاثة أثر يعني يكتمل الحدث وقد ضاع في القرآن. ثالثا حوار القصة، يعتبر الحوار عنصرا مهما من عناصر بناء القصة القرآنية، فهو المرآة التي نرى من خلالها قوة أصحاب القصة، وهو المعبر عن أسلوبهم وطبيعتهم والكاشفون عن خفاياهم، ويعبر الحوار بالقصة عن المعنى المراد، مشيرا إلى بعض ما ترمز إليه القصة القرآنية ويجعلها أكثر تعبيرا عن المعنى المقصود. ولا يمكن لأسلوب العرض التقريري أن يغني عن الحوار بالقصة القرآنية، لأنها تسعى من خلاله يعني من خلال الحوار إلى تقرير مبدأ الحجية والإقناع. من أمثلة ذلك الحوار الإدارة بين ملكة سبأ وقومها. نأخذ قالت الملكة: يا أيها الملك، يا أيها الملك، إني ألقي إلي كتاب كريم. إذا أخذنا قولها ألقي إلي كتاب كريم في النص الأصلي ونظرناه وننظر إلى نشره في النص هذا، نجد أنها أولا الملك يعني قارن بين الحوار بين النص والقصة القرآنية، واضح أن هناك خلافا بين الحوارين. فهنا تخبر الملكة زعماءها بالشيخ عن تسدنها برسالة تستحق الاحترام، هير از ليتر تو مي ا ليتر وورثي اوف ريسبكت. وبهذا الاخبار يصبح حامل الرسالة اليها معلوما، بينما كان مجهول في النص الاصلي الذي استعمل القياده. قالت في قولها التالي: يا ايها الملأ افتوني في امري. اذا اخذنا افتوني في امري، نجد ان عبد الله ترجمها ادفايس مي ان ذيس ماي افر، اي ينصحوني في امري هذا. وهناك فرق كبير بين الفتوى والنصيحه، فالمقصود من الفتوى هو الاشاره عليها بما عندهم فيما حدث، والفتوى لا تصدر الا من الراسخين العلم، في حين ان النصيحه قد تصدر عن يدهم، وبذلك تكون الفتوى اخص من النصيحه. ننظر الى جوابهم لها. قالوا: نحن اولو قوه واولو باس شديد. اذا تاملنا هذا الجواب نجد وقد فقد نكته البلاغيه التي جاءت به القصه القرانيه، فهو لا يحمل تلك الثقه وذلك الفخر والاعتزاز الذي نجد في قولهم: نحن اولو قوه واولو باس شديد، الشيء الذي لم تقدر قدم على بيانه في قولهم: we are indeed with strength and given to human war. انظر الى لفظه war التي اضيفت الى كلامهم دون وضعها بين قوسين. هذه كلمه حرب لم تاتي بشكل صريح في قولهم، وانما جاءت بشكل ضمني يفهم من خلال السياق، وهذا ما يدل على عجز الترجمه في بيان حقيقه الحوار القصصي الذي يجب به الحجه والاقناع. رابعا تصوير القصه. يعد التصوير من بين اهم العناصر الفنيه الى جانب العناصر التي ذكرت في قصه سليمان. التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم، والقصص القرآني عموما لا يصف الأصحاب والأحداث والحوار بقدر ما يصورها تصويرا فنيا معجزة. واعتماد القصص القرآني على أسلوب التصوير راجع إلى قوته في التأثير على نفوس متلقيه. نأخذ مثال: فتبسم ضاحكا، ومثال: ربي أوزعني. فتبسم ضاحكا ترجمه عبد الله عن يوسف علي سهيل سمايل أميوزن، بينما ربي أوزعني أو ماي لورد أوردر مي. نلاحظ من خلال هذا المثال عجز الترجمات عن يعني محاكاة أسلوب تصوير القصة القرآنية وعجزها عن تصوير لحظتي التبسم والدعاء. التبسم في النص الهدف جاء بهذا المعنى، سو هي سمايل ميوزك، أي فتبسم منتشيا. هذا التصوير بعيد حتى البعد عن التصوير الذي جاء في القصة القرآنية. أما الدعاء فقد جاء بهذه الصيغة: أو ماي لورد أوردر مي ذات أي ماي بي جريتفول فور favors، وهي صيغة لا تساعدك على رسم صورة سليمان وهو خاشع لله شاكرا نعمه. انظر كذلك إلى لفظة order me، أي أمرني في مقابل لفظة أوزعني التي تعني حسب تفسير القطب: اجمعني كلي، اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناحي وخواطري وخرجاتي وكلماتي وعباراتي وأعمالي وتوجهاتي، اجمعني كلي، اجمع طاقتي كلها أولها على آخرها على أولها لتكون كلها في شكري نعمتك علي وعلى والدي. سليمان عليه السلام لم يطلب من الله ان يامره في النص الاصلي، بل توجه اليه خاشعا متضرعا من خشيته، سائلا اياه العون على شكر نعمه، لذلك جاء الفرد اوزعني في مكانها المناسب. خامسا لغات القصه. مثال لغات القصه: لا يمكن الحديث عن قوه وتفرد اعجاز القصه القراني يعني اللغه القصه. ناخذ مثال توظيف الخبر بدل خبر في قوله: وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
إذا تأملنا كلامه في الخاص القرآن في النص الأصلي وكلامه في النص الهدف، تجدنا ركاكة الترجمة ولغتها ولغة تأثيرها وعلم تطويرها وقلة حيلتها في نقل كلام الهدوء، فالهدوء في كلامه لم يستعمل Do things true، إنما استعمل لفظة نقطة نبأ يقين وشتان بين النبأ اليقين والخبر الصحيح، لأن النبأ لا يكون إلا بما لا يعلمه المخبر ولما فيه من الزيادة التي يغامرها وقت الحال. هذا شبه يبين الخاتمة. الخاتمة يعني من أهم الخلاصات هو ضرورة دراسة قصص القرآن من داخل القرآن وعدم إخضاعه لأي نظرية سردية مهما كانت قوتها في تحليل القصة الذكرية. تميز قصص القرآن بأنساق سردية مهمة تجعله في مقام التأصيل والتأسيس والتنظير. تميز قصة القرآن أيضا بخمس سمات أساسية وهي أصحاب الحدث والحوار والتصوير واللغة، أن التصوير هو سمة خاصة بسرد القرآن. تفرد قصة القرآن بعنصر اللغة، عدم وعي الترجمة بالأنصاب السردية ثم ضعف الترجمة في نقل هذه السمات التي بنيت عليها قصة القرآن. السلام عليكم.